اخوان السلام عليكم. كما كتشوفوا مهنيين ديال السائقين الطاكسيات في مطار محمد الخامس باقين في الاعتصام ديالهم ضد التعسفات اللي واقع في مطار محمد الخامس، يعني النقل السري، طاكسيات قراويين تيشتغلوا هنايا تيخطفوا البلايص، لي زافريكان اللي تيجيو بالسيارات ديالهم الخاصه وتينقلوا الزبائن، والسلطات التنفيذيه يعني تتفرس كما كتشوفوا الناس فهم اعتصموا البارح اعتصموا اليوم وغيستمروا في هاد الاعتصام ديالهم تدار الحل. هادشي اللي كاين، يعني هاد الناس راه قهرونا بزاف تيعانيو بزاف، وهاد الناس ما بغاوش يديروا حل. كنتمناو ان الناس المسؤولين يديروا لنا حلول.